هو عامل الخنزير بس هو مش خنزير. اعتقد احنا ماشيين صح على طول. يا هي هم اوبا 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 يا باي باي. اوه انت حيوان بارد بقالك ساعه واقف ما تتحركش يعمل اي حاجه. واحنا وصلنا سان دييغو زو. انا وصلنا بتاعت القرود. بس اكتشفت حاجه دي لعبت بجد يعني. شايف بقى نقول ايه؟ خلاص يا جماعه نو بس فوصلنا الجبليه. المعلم ده كان بيجري مش عارف هو باين فين. اهو ده كان بيجري هنا علينا بس مش عارف هيجري تاني ولا لا. جاي 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 ايو لا ما انت هتنط انت هتعبت ليه؟ انا بجد هصور ده يا جماعه. الافيال طلعوا انواع تمام. انا بالنسبه لي هو كله اسمه فيل يعني مكتوب مفهومي يعني مكمل افريكا وميل واتولد سنه 2010 الموجود هنا يعني يعني تمام كله اعتقد نفس ده هنا مولود 2011 وراجل برضه. هنا واحده في ميل من 1800 مش عارف ايه ده يا جدعان ده. طيب بسم الله ما شاء الله. عمرو بيقول لك ان ده بتاع حاجه و30 سنه 65 سنه 56 سنة. 56 سنة. الأرقام العربي ضايعة عندي خالص. 56 سنة. الله أكبر. لا معدلات أعمار جميلة عشان كده مش موجودين. عشان كده خلصتني التقاعد. ده 2010. ده 2010 يعني ده لسه بي يعني ما هو ده اللي هناك أكيد. ده عنده 11 سنة. ده عنده 11 سنة. ده في إيه في الدنيا؟ وأخيرا شفنا الفيل. بس جامد بجد. بس يعني هو ده عيل صغير يا إما ناقص غذاء برضه. صح ما هم صغيرين اه مش عارف ليه هم بياكلوا الاثنين. او ده بيشرب مش عارف بيعمل ايه هنا في الحيطه تمام. وده برضو بياكل من حاجه برضو عارف. هم قرفانين منا ولا ايه؟ هم المفروض يبصوا لنا مثلا يعني يتعاملوا معانا. والله العظيم يعني نحط مثلا اكل على كتفنا ياكلوا مننا. في شويه تفاصيل في المكان. عاملين المكان بجد تحفه. افتكرته بيقول ممنوع اصور. قلت برضه ده عبيط ده ولا ايه؟ ثانك يو. انا خايف. هم اوبا اوبا اوبا. انا خايف اقسم بالله. انا خايف. مش عايز حاجه تقف عليا. طيب الطيور دي بتقف على كتفك عادي يعني فما تخافش منهم. وانا لو حد وقفت على كتفي اتفرج عليا وقلت لا اله الا الله. ده اسمه دوت عامل زي البغبغان على فكره. عندهم انواع مش عارف. انا مثلا ما عنديش خلفيه عن الطيور ولا او الحيوانات عامه. بس يعني انا عمال اقرا حاجات هنا هي. حاجات هنا يعني اسماء طيور انا ما اعرفهاش والله. انا ما اعرفش غير العصفوره. الاسماء دي كلها انا ما اعرفهاش. احنا هنخرج اهو. لازم نقفل البيت الباب ورانا نشوف ايه حاجه تانية نروحها. دايما بيبقوا كاتبين على الجيت اقفل الباب وراك يعني وكده عشان العصافير او الحيوانات اللي موجوده في المكان ده يعني ما تخرجش بره المكان يعني. هو ده بيطلع في اللاين هنا تمام. وبعد كده بتخش تركب هنا او تركب الناحيه التانية يعني. لا يا ربي ده اللي بيبقى هيطلع ده اللي بيبقى راجع تمام. وبتطلع بقى بتتحرك وتلف في كل سان دييغو. بس الناس جايه منين؟ اهو تلف في كل سان دييغو كلها. تجربه جديده. مش عارف الناس بتصوت ليه بس مش عارف. مش حاسس ان هي حاجه مخيفه بس الناس بتصوت. نحن نقترب. عايزين نعرف بس اصلا طول قد ايه. عارف بيقعد قد ايه في اللفه بس ايش تاني هنجرب. شكل الناس بترجع بسرعه قوي. هنجرب. اللحظه الحاسمه. يلا. هو
العربية الواحدة اخرها 4 انفار بس، ما ينفعش اكتر من 4. So she ready? Sklali ready? I'm ready? انا مش ready. الاثنين انتوا 4 لازم توقع على خط الاصفر، توقع على خط الاصفر اهو. احنا كان 35 نركب. ثلاث 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 تن تن تا تن تن تا. انا خائف. I'm scared. No, no, it's okay. I'm just kidding. انا طلعنا يا جماعة. واو واو. Everybody. Yeah, bye, bye. يا نهار ابيض. لا 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 جامدة 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 جامدة. طب اي حد يجي اقول له باي. رجعنا الحمد لله. احنا كده نزلنا نفس يعني مش نفس الاتجاه، فكنا هنلف الناحيه الثانيه نرجع بقى معانا لو احنا عايزين نرجع الناحيه الثانيه يعني، ده اللي هو عايزين. تمام. بس بجد بجد تحفه 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 تحفه. تمام. فاحنا كده نزلنا وهنفكر ان احنا يعني نرجع يعني ولا ما نرجعش. بس لو عايزين نرجع الناحيه الثانيه هنعدي الناحيه ديت ونطلع كده ونركب هنا وننزل تاني نفس بتاع. على فكره البتاع ببلاش، ما دفعناش ولا جنيه. تمام. كده في هناك زي كنيسه كده هناك كبيره خالص. نعم. احنا المفروض هنمشي يعني نمشي ممكن نركب ده. المهم يعني دوت البتاع اللي احنا كنا ده كله يعني ما ده يعني فري فري. احنا كنا فاكرين ان احنا ندفع الصراحه، بس لا فري، وما بيدوك جوله في المكان يعني كده. انت التيكت الواحد بس ب $60 يعني. تمام تمام. احنا حاولنا نجيب يعني لوكيشن كويس كده نجيب ايه الاسد الجميل، بس هو شكله مريح شويه. وات اوكي ام كومينج. هنروح شافوا ما يروح شوفوا ايه. هروح اشوف اسمه ده اسد تاني بس عيل صغير. شوف منتجه من الفيديو ده ولا عادي؟ والله ما منتجه. استنى نشوف هو فين في حاجه. نايم. اوه هو نايم. يا نهار ابيض على فكره حجمه كبير جدا بجد. جبل. ايوه معلم. شايف الجمل الوحيد الاصيل هو اللي قاعد والله العظيم. ثانية. الجمال اللي عندنا اكبر من كده. ايه الجمال اللي عندنا؟ الجمال عندنا اكبر من كده. الجمال عندنا اكبر من كده. لابطو مش عارف حيوان بيقولوا اسمه فلامينجو. خنزير صح؟ باينة في الكام ولا لا؟